الشهيد حبيب الله لا حول ولا قوة إلا العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. شلونك؟ لك ما لسه طلع بي أمام ما رجعت تبعك أبو صافي؟ سبحان الله العظيم. إيه والله بس شو رجعوه ما بعرف. لك ليكون حدا من رفقاته كمان صاير له شيء؟ يا لطيف لا تقول لهم كاسير، هذول قدير. شلون نتأكد انه الرجال وصلوا بخير وسلامة؟ ما في حل يا بيصام غير نبعت حدا على الدير يجيب لنا الخبر. يا بي صافير مرني يا بي. يلا يا بي جهز حالك مشان تروح على الدير وتشوف لنا شو أخبار الشباب. أمرك يا بي صار. السلام عليكم. وعليكم السلام. وأنا رح أروح مع أمي. كفو سمعوا. السلام عليكم. يلا أبي يلا يلا الله يرضى عليكم. يا جماعة كرام الميت دفنه. طب حاتم أنت شفت أهلهم؟ بنسبهم بحارتنا ولا بحارتهم؟ عند أهله شيخي عند أهله ما بيجوز من الله عنجر عند أهله الله يرضى عليكم. لك أنا وعصام أنا رح أروح أخبر أهله ولا ناخده معنا؟ لا لا خلينا نخبره مشان يحضروا حاله. يلا اتكلنا. قولوا والله قولوا والله يا رب. يا عصام أنا رح أجيب العرباية والرجال اللي بدهم ينقلوه. السلام عليكم. وانا بساعدك كمان. شرف يا ابو ياسين. والله توكل والله. حارتنا كرامتنا يا عمو كرمال الله طولي بالك. خلص يا عمو. يا عمو مشان الله لا تبكي. يا عمو بس يا عمو خلص طولي بالك يا عمو. هلا والله يا عمو هلا والله هلا والله يا عمو هلا والله يا مو شو اشتقنا لعيونك يا مو ولعيونك يا مو لعيونك الرقبة شدادة ولعيونك يا مو لعيونك قلبي ونادي ولعيونك ميمي لعيونك كلنا من نادي يا مو يا يا مو يا يا مو رضاك يا مو والله اشتقنا يا مو اشتقنا لي ما بعرف شو بدي اعمل بدونك بس الله بس الله ما كنت هيك سمنا وتدعينا كنت تقولي الله يرضى عليك كنت طيبه وكنت ميته بس هلا بده يدعينا الله يرحمك يا عم الله يرحمك يا مولاي